من راهو يشاهدنا الان على قناه الشروق اكيد ويسنا في هذا البرنامج اليومي اللي طلع لكم اكيد ما عدا يوم الجمعه دائما في خدمتكم باطباق خفيفه اطباق اقتصاديه كذلك انتم اطلبتوها حبيتوها انها تكون حاضره معنا. يلا نذكركم دائما انه في هذا البث المباشر هناك رقم هاتفي يخدمكم طيله هذا البث وتقدروا تتصلوا بنا وتقولوا لنا واش راكم حابين تشوفوا معنا. الرقم دائما ما يتغيرش من هذا البرنامج يعني الكل حفظوا، لكن خلوني نذكر به اللي هو 023 70 92 94 في انتظار اتصالاتكم. دائما خلوني نذكر كذلك بالممولين الرسميين لهذا البرنامج اللي حاضرين معنا دائما في الكونتوار تاع الو شيف. نبدا دائما باول ممول للبرنامج الوجدان حاضر معنا دائما بمختلف منتوجاته. نبداو اول منتوج لحتيلة حتيلة الوجدان حاضر معنا بالاضافه الى غوتيلا شوكولا للطلي اللي راهي قدامها راكم تشوفوا فيها على الشاشه. شوكولا غوتيلا للطلي بذوق البندق شوكولا بيضاء وسوداء. ثاني منتوج لمنتجات الوجدان دائما في غوتيلا شوكولا 100 غرام بيضاء وسوداء دائما بذوق البندق. ثالث كذلك منتوج للوجدان حاضر معنا دائما اللي هو باتا غلاسي وشوكولا الوجدان بأذواقها الأربعة شوكولا بالحليب بالبندق وسوداء وبيضاء. يلا أربعة أذواق أو أنواع مختلفة. يلا ثاني ممول حاضر معنا في البرنامج منتوجات إفري بالماء المعدني إفري حاضر معنا دائما في البرنامج هكذا باش يبان مليح ولا هكذا يلا افري بالماء المعدني. شكون ما يعرفش افري ماء معدني رائع حاضر معنا دائما في البرنامج بالاضافه الى منتوجات افروي كذلك باذواقها المختلفه عصائر مختلفه لافروي هو منتوج كذلك من منتوجات افري. يلا نروح نشوفوا ممول اخر ثالث ممول حاضر معنا جولسيسول خبز البرجر او خبز اللي نستعملوه في تشيز تاعنا في البرجر تاعنا حاضر معنا كممول في برنامج الوجه. يا رابع ممول الاخير واللي دائما تفوزوا معه بقسيمه شرائيه لقيمتها 5000 دينار جزائري هو الواحه للتسوق. اكيد راح نذكركم بالسؤال واش كان بعد ما نستقبل الشيف ناديا. شيف ناديا واش راكي؟ ممول خامس برنامج اللي هو شيف ناديا اللي تستعمل يديها في العجين في البارات كلش واش راكي؟ صباح بيان الحمد لله وانت شكلك شباب شعرك هكا. نشكر دائما صبيحه شلواح اللي نبروفيتي انك تكون صبيحه تحب يعني دير لي قلت لي مانيش بايكا ساندا هاني خاندر وكاساندا لا لا انا كنت على هكا في قوايل واحد ما يقول لي هذوك التصاور كان عندنا واحد الحانوت قدامنا هذوك الحوان تاع بكري شغل هذوك اسمه الشايب ما عرفتش لا هذوك يشوف مين عندنا احنا ثاني عمي نحلو على هذيك التصويره تاع كاساندرا ولا ما يحبش يبيعوا كنا احنا نشرو لي غلاسون هذاك الوسيلي غلاسون يلا خليك ترحبي بجمهورك ناديا. مساء النور مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا ومرحبا بنا معكم في برنامجكم المحبوب والمعتاد الو شيف. يلا كما قلنا لكم الواحة للتسوق عطاتكم هذا الشكل قيمته 5000 دينار جزائري تهديها لكم دائما بالإجابة على السؤال والتفاعل معنا على البث المباشر تلقاوه موجود في الصفحة الرسمية لقناة شروق. راح نذكركم بعد قليل الصفحة الرسمية لأنه عندنا قناة رسمية واحدة أو صفحة عفوا رسمية واحدة هي اللي تلقاو فيها البث المباشر وتعليقاتكم في كل يوم ياخذوا واحد لأربع. خلوني فقط نذكركم بالسؤال اللي كان وشنو هما الأربع مكونات الأساسية ولا الرئيسية في رأس الحانوت. كاين ربع توابل ما نستغناوش عليهم في رأس الحانوت لأنه على بالنا يختلف من منطقة إلى منطقة، لكن كاين ربع توابل موجودين في كامل رأس الحانوت سواء تاع الغرب تاع بيسكرا تاع الشاوية تاع وين ما كان رأس الحانوت ما يختلفوش هاد الأربعة. كذلك عندي ملاحظة للخميس اللي فات كانت ربحت معنا وحدة كنا اخترنا خمس أسماء لأنه بدينا السؤال بيوم الأحد فربحت معنا السيدة اللي هي اختارتها مريم شيف مريم اللي هي جيجي ماني. جيجي ماني كنا اتصلنا بك فريق الملتيميديا اتصل بك على الماسنجر
باش تردي عليهم لمعلومات اكثر، لكن للاسف ما كانش كاين رد من عند هذه جيجي ماني. فيا جيجي ماني عندك نقولوا عندك مده حتى نهار الخميس ان شاء الله، اذا ما رفدتيش على سيرفيس الملتي ميديا راح نضطر ان يوم الخميس نعاود نختار زوج اسماوات اوليو اسم واحد راح تتلغاي. راهم دو جوغ هما يعيطوا لك، فديري حسابك يعني من نهار الخميس ولا اللي يعرفها هذه جيجي ماني عيطوا لك تصل بك سيرفيس الملتي ميديا قلت لكم على الماسنجر تاعك ما رديتيش. اذا ما رديتيش من نهار الخميس فراح نختار زوج اسماوات، ما يلغى هاد يلغى ما تقوليناش بلي ربحت وما مديتوليش الكادو ولا كذا. فراني قلت وعاود جيجي ماني رجاء الرفدي منا الخميس، حنا ماذا بينا ما تروحش هديتك لوحده اخر، لكن اذا اضطرينا لازم. يلا واش راح نديروا اليوم العاد رجاء قسيمة الشيرة؟ راح نديروا بولي باسكيز، وصفة قديمة فرنسية. بولي باسكيز؟ باسكيز. كما تقولي شغل بصل وطوماطيش ابوبخي. هو في منطقة في فرنسا في السود مشهورة بزاف بهاد الطبق، فيها الفلفل فيها البصل فيها الطماطم فيها طوماط سوغيز انا حبيت نزيدها تزين بالزيتون. هو الحاجة زيادة فيها انها فيها بزاف البصل فيها بزاف الفلفل، دو بريفيرونس فلفل بالالوان ما لقيتش اليوم، لان الفلفل بالالوان يجي بزاف حلو على الفلفل على الخضر ونسحقوا افخاذ تاع الدجاج. هي تجيب الافخاذ تاع الدجاج، حبيتوا تزيدوا صدوره زيدوهم. الافخاذ تاع الدجاج مشوطين ومغسولين، عندي لهنا لي فيلون وهذا لو با تاع لاكويس يتقطعوه هكا. لو بلا هذا يجيب هاد لي مورسو تاع الدجاج. واش عندي لهنا؟ عندي موسكوتشو طريقه خفيفه ظريفه، كنت دومونديتو بزاف وصفات تاع موسكوتشو. وعندي لهنا كيفيه تصبير المشمش، هذه هي. نتكلوا على ربي ونبداو الوصفات ديالنا. نعطيكم مقادير الطبق. فوالا عندي لهنا في الطبق ديالي عندي ليكويس على حسب افراد العائله، قلت لكم هو يجيب لي كويس، لا تحبوا صدر تقدروا تزيدوا صدر. عندي لهنا مارق دجاج، حكمت العظم تاع الدجاج طيبته في حبه بصل، ملح، فلفل الكحل، راكم تشوفوا فلفل الكحل حب، ملح فلفل الكحل، حبه بصل، وريقه تاع الرند، وريقه تاع زعتره، وملح وفلفل الكحل. كي ديروا البويون دو بولي حاولوا ما ديروش فيه لي زيبيس، ديروا فيه ملح وفلفل الكحل فقط. ومن بعد كي تروحوا تطيبوا الطبق تاعكم تعرفوا الى الطبق تاعكم تزيدوا له ولا لا. لكن لا باز هكا تاع البويون تقدروا ديروها غير بالملح، ولا تقدروا ديروها صامطه تماما ومن بعد لي زيبيس والملح هكا ديروهم في الطبق ديالكم. عندي لهنايا 4 حبات طماطم مرحيين، تكون طماطم حميمره. هنا حبيبات طوماط سوغيس فقط درتهم هكا للتزيين. عندي زيتون، عندي لهنا حبه بصل تكون كبيره مقطعه جوانح ولا كيما تاع تشكشوكه. عندي لهنا زوج حبات بصل ثاني مقطعين جوانح، عفوا فلفل الا لقيتو تاع الالوان من المستحسن. الثوم عندي 3 سنينات مرحيين وزوج سنينات نخليهم كاملين. وهاد الحبيبات تاع البصل شوفوا شحال صغيورين عجبوني، قلت نرميهم في الطبق تاعنا لانه يحب البصل، نرميهم هكا كاملين. نسحق زعتره ورند فلفل الكحل وملح فقط والمعدنوس للتزيين. واش نديرو؟ ناخذو هكا مقله ولا انفيتو ولا ندير فيه الزيت ونحمر الدجاج ديالي. شوفوا هاد الطبق تشوفوه بصل وطماطم وفلفل، لكن تبعوا لي زيتاب لي فيه باش يجيكم بنين كيما الوصفه الاصليه. فوالا هاد الطبق يتقدم مع روز ولا يتقدم هكاك برك تاع تغماس، تحبوا تزيدوا له الروز راكو تزيدوا له الروز. فوالا ندير هكا الزيت يسخن ونقلي الدجاج ديالي. الدجاج لازم يتحمر مليح باش نكمل نطيب في المقلاة المقادير الاخرى. هلا يلا عاودنا ولينا. قلنا الطبق هذا تاع اليوم هو طبق فرنسي، انا جبت الهاتف فقط باش نشوف البث المباشر اللي راه موجود على الصفحه. نعاود نذكر اللي يحبوا يشاركوا معنا، ربما كاين ناس اليوم برك وين شافوا. يلا راح طلع الا طلعت لي الصفحه راح نخلي نوريها لكم عند فاروق. يلا ناديه واش درتي؟ كنت نعطيهم برك في المقادير، فيه الدجاج فيه الفلفل فيه البصل، فلفل زوج حبات يكونوا كبار مقطعين جوانح، البصل حبه تكون كبيره مقطعه جوانح،
زيتون، طماطم سوغيز هذه زياده، ربع حبه طماطم مرحيين، لهنا البويون تاع الدجاج ولا مرق الدجاج، كنت طيبته انا بالعظام تاع الدجاج، حبوا يديروا هذاك المربع ويحلوه في نص ريت الماء يديروه، معدنوس، زعتر، الرند، الثوم ثلاثة سنيات مرحيين وزوج يقعدوا هكا كحل، ملح وفلفل كحل. درت الزيت وحنحمر الدجاج تاعي، قلت لهم صح هو دجاج بالبصل وطوماطيش، لكن نتبعوا لي زيتاب فيه، لازم يعني لازم نعطوا له الدقه فوالا، مش لانه البصل وطوماطيش لو كان تمرقيهم تمتم حيجيك شغل صح شغل زوين فوالا اه ما يجوش بنان، وهي لو شارم تاع البصل وطوماطيش ما فيهش تمرق بزاف. زمان كانوا جاي يحكموا طماطيش يقطعوها هكا وبصل يقطع وما يمرقوش يخلوها انا ماما دوكا شغل تفرش البصل تاعها ودير له شغل بهذاك الماء وما يزيدوش الماء، الماء تاع هذاك البصل تجي عسل هذيك الماكله. صح صح انا اللوبيا مونشون طيبها بهذه الطريقه، يعني ما كثرلهاش ما نكثرولهاش الماء ديجا طيب تجي شحال بنينه. احنا اللوبيا تاع الصاص نديروها هكا ما نكثرولهاش الماء غير هذاك البصل تجي بزاف بنينه. يلا الصفحه الرسميه لقناه شروق لاني نقول لكم خلونا فيها الاجابات، هذه هي يلا ناخذها فقط، ياخذها فاروق ونستقبل الاتصال. الصفحه الرسميه كما قلت لكم هذه هي، تلقاو فيها هذه العلامه الزرقاء، ديروا فيها جام كما راني دايره انا، وتفاعلوا معنا على البث المباشر ها هو تلقاوه هنا، خلوا الاجابه تاعكم بس سيرفيس الملتي ميديا راح يختار الاجابه اوتوماتيكيا. يلا الاجابات الالكترونيه عفوا. يلا الو 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 طولنا عليها. الو الو مساء النور. مساء النور سمية، واش راكم ملاح؟ الحمد لله، وانتيا؟ والله الحمد ربي الحمد لله. الحمد لله، مرحبا بك، شكون معايا؟ يسلمك. خديجة من بومرداس. يلا ما نسمع مليح. خديجة صح منين ما سمعتها؟ بومرداس. خديجة من بومرداس، مرحبا بك خديجة. يسلمك يا عيش اختي، واش راكم نتوما؟ والله الحمد لله، شكون الناس بومرداس؟ يا مليحة؟ لاباس الحمد لله، نتوما بخير؟ والله الحمد ربي الحمد لله. الحمد لله. نشكركم بزاف على الاطباق اللي راكم ديروا فيهم. لا شكرا على واجب. وانا متتبعه قديمه ودائما في اول مره راني هدرت معاكم. الحمد لله. مرحبا بك مرحبا بك، وان شاء الله تبقاي دائما وفيه. يسلمك يا عيش، وانا متتبعه شرفيه بنتي. الله يبارك، متشرفين بك. يسلمك يا عيش. يلا قولي لك شما كي حابه تشوفي في البرنامج؟ يعني واش راني نحبوا حنايا الجزائريين واش نطيبوا تاع كل يوم، يعني ياكل ديروا فينا، يعني ما راناش نتغلبوا كاع في الطياب. يلا يعني انت حبيتي وصفات اللي نطيبوهم كل يوم، ولا راكي تشوفي في وصفات اللي نطيبوهم كل يوم؟ قلت لك انا نشوف في الاطباق اللي نطيبوهم حنا اقتصاديين نقدروا عليهم راكم ديروا فينا. وهذا هو الهدف من برنامج الو شاف، يعني يقدروا لي شاف يديروا ما على باليش انايا اللحم والكباش وفي الكوشات والصوالح، لكن مستوى يعني نعرفوا كل واحد القدره الشرائيه تاع الشعب الجزائري يعني متوسطه عامه. صح يا اختي صح، هذا اللي يعني الانسان على الو شاف يعني برنامج ناجح. صح صح على هذا الاقتصاد نحسوا بالزوالي اللي كيما حنا. صحيح صحيح يعني انسان نشوفوا كل طبقه ويعني هاكو طيب صح طبقه صح صح تميلوا لطبقه متوسطه اكثر. صح صح الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نشكركم بزاف. شكرا لك حبيبتي، لا شكر على واجب. و شكرا لك سمية، التواضع تاعك متواضعه يعني ربي يحفظك حبيبتي، من تواضع الله رفعه، ما كاش احنا كامل كيف كيف. نحس يعني كشغل راني يعني كشغل معايا في الدار، كشغل شي يعني تاع راني شفت التلفزيون ولا. الحمد لله الحمد لله. طلعتيني. شكرا لك حبيبتي، شكرا على اتصالك ويعطيك الصحة وبقاي دائما وفية. مع السلامة، شكرا، مع السلامة حبيبتي. مع السلامة صحيح. يلا الدجاج تاعنا راه يتقلى كما ذكرتكم بأكيد السؤال تاع نهار اليوم، قلت لكم وشنو هما اربع توابل رئيسيه في راس الحانوت. تفاعلوا على البث المباشر، الله يبارك ديجا راهم 1117 واحد راهم يشاهدوا فينا على البث المباشر، تحياتنا لهم كامل. نحب هذا التفاعل لما نشوفه، كما قلت لكم دائما راح تكون وحده او واحد ربح معنا محظوظ يوم الخميس نعلنوا على اسمه، واذا ما ريبونداش اللي فازت الاسبوع اللي فات راح نختاروا اثنين.
يلا الاجابات كلها يعني راهي على من بعد قولي لي وراهي الاجابه. قول نسيت باش نقول لك هذاك النهار كما هضرتي من قبيله على لي زانغغيديون اي تو، انا نشوف النجاح تاع البرنامج ولا النجاح تاع الوصفه تاعي ولا تاع لي شاف الاخرين، انا دوكا انا نجيب نقدر نشري جيكو ندير لهم لان احس هذه مزيانه وقت جيكو هاو جاي نديروه لكم بيان سور، كل موسم وموسمه مثلا وقت المشماش نديروه كي خاص نتاعو باش يديروا اللي يقدر عليه واللي ما يقدرش عليه، احنا ماذا بينا ثاني اللي ما يقدرش عليه يتمتع بالحاجه كي تكون في السعر تاعها رخيص. كما قلت انا يبعثوا لي كاين دي جون قراو معايا ولا يقولوا لي اش ما ديري شريك عفسه تاع اوتيل غي ولا، انا صح قريت شغل هاد العفايس صح انا شغل نفيزي مرا امر انا كتابي البيت تحب طيب حاجه الجاج السعر تاعو راه رخيص دوكا شويه شنو طيبها، قال حبه مسكوت وزيت وحليب وسكر عندها كاين في الدار صح. انا عاش نقولها لي زافوكا ولا صح نحبوا هكا انا نحب ندير لهم من داك هكا وصفه لي صح بالك خطا في الاسبوع على فكره نحب وصفات اللي عندها طماطيش فلفل دجاج تنوض دير هذيك الوصفه صح. من هذا هو السر تاع النجاح تاع الوصفات انا نشوف ماشي انه نجيب جيكو ولا 10 كيلو لحم ولا 5 كيلو لحم باش نجح لي الوصفه والنجاح يكون دائما في البساطه صح. شكرا لك نجا، هذا هو الامضاء تاع لي شيف ديالنا كامل اللي مروا من خلال هذا البرنامج انه يعني الاطباق تاعهم اقتصاديه موجهه حتى جمهورنا يعني الله يبارك عليه طلباته دائما في الوصفات الاقتصاديه تحليات اقتصاديه لي كلاص غير مكلفين، يعني هذا هو شغل يسعى ليه اكيد الشيف اللي راهم هنا في خدمتكم. فوالا هنايا الدجاج لازم يتقلم مليح، لازم هاد لاكروت تحمر لي خفه بيان من بعد باش نحي الدجاج ونقلي البصل ديالي، قلت لكم هذا نشوفوه بصل وطوماطيش دجاج، لكن لي زيتاب لي فين تبعوهم يجينا بزاف بنين ويجي ملبي، ماشي خفيفة هذيك لاصوص تجي مايحة، هذه هي. ولهنا لي كويس بيان سور على حسب أفراد العائلة. نحب ندير ثلاثة نحب ندير زوج نقدر ندير واحد ونقسم لهم هكا شوية شوية، زمان كانوا ماشي لازم يديروا لكل واحد لاكويس تاعو ولا ان كويس، ينحوا لهم هكا شوية شوية منها صح في البنا كما يقولوا، واللي يحب يدير كل واحد موقته تاعو أو يدير. فوالا لازم نقليهم مليح هنايا علاش باش هذاك الدجاج يطلق لي السكريات تاعو، هذوك السكريات اللي يجوني في المقلاة راني حنطيب فيهم الطبق ديالي. يلا هذا بالنسبه قلنا للطبق الاول اللي رايحين نديرو موتشو معاه موتشو اليوم بدي كان موتشو وحندير مشماش مصبر كنت خدمته البارح حاضرك فوالا اش هذا هو وقت المشماش نديروه مصبر نديروه هذا كما اللي نشرب في البوال فوالا يقعد حتى العام هكايا شوفي بعد ما نصبروه نعقمهم اي تو واش ندير شوفي ما تحلكش ما تحلش راهي شغل مغلوقه كيما اللي نشروهم برا لازم حتى تسمعي هذا الطق عرفي بلي خلاص تما تسمعيها كي تحلو هكا ما تحبش عليكم معناتها هاد المشماش يقدر يقعد لكم عام في الثلاجه. طيب كيفاش كيفاش نديروا هذه تاع الشوكولاته؟ فوالا دوك نديروها نفهموا علاش تواسيلهم هكا فوالا نحي الدجاج تاعي الا كان عندكم الوقت حمروه شويه اكثر من هكا باش يزيد يمد البنه فوالا قلت لكم هاد الطبق يجيب لي كويس لكن لا تحبوا لي بلون زيدوا له لي بلون نعرفوا لي كويس يجوا بنان شويه على البلون لانهم يجوا مش مخين كما يقولوا يلا قلنا هو طبق فرنسي يدخل الدجاج وبصل وطماطيش هكذا والفلفل الفلفل يلا عندنا اتصال الو 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 مساء النور مساء النور انا الاخت حنان من الجزائر العاصمه من كاليتوس حنان من الجزائر العاصمه من كاليتوس بالضبط ايه مرحبا بك حنان وكامل ناس كاليتوس والله على بالك الحمد لله الحمد لله حبيبتي متتبعه وفيه البرنامج نعم يلا الله يبارك وتعاودي شويه الوصفات والله نسيي بسوا كيكون كاين الشيء كيما نقولوا لا عندي طبق هكا تاع الولاد تعرفي معليش ربي يقدرك ايه تعيشي هكي دايرتي هكي شعلت من النار يلا حبيبتي كما تطلبي وصفة بغيت نصر تعطوك وتنحي لي تعودوا لي شفتي من قبل بس ما لحقتش بالوصفة هلا انا لي نسمع
صحيت يعطيك الصحة. يلا حنان واش قلتي لي حبيتي لي تاكوس واش حبيتي؟ تاكوس رشتة. باغية نشوفكم على المباشر. رشتة؟ لا لا لي كخاب. تاكوس ولي كخاب؟ ايه تاكوس ولي كخاب هكا. لي كخاب مالحين. مالحين لي كخاب صالي. ايه يلا ان شاء الله كنا درناهم غير كيما درناهم ما عندهمش بزاف. لا تفهمت والله الحق بالوصفه كي تعرفي ما كيفاش. معليش لي كخاب ساهلين ونعاودهم يعني ما نشدوش شويه. معليش نشكر الشيف. نحب نشكر الشيف اللي معاكم. اكيد يسمع فيك تفضلي. شكرا الشيف ناديه. نحب نشكر شكر جزيل. يسمع فيك نجمي حبيبتي. واش راكي لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي. عندك ربي يبارك يعني عندك يدين الله يبارك. الله يبارك في سلامتك. شكرا حبيبتي. عندك هكا نمتع عندك كي تخدمي يعني ديري لي نفحه. نجيب لك النفحه تاع طياب. ايه هيا الحمد لله. هذا والو بيك. لازم قاعد تنفح لكم وتنوضوا تطيبوا. ابيض. يعيشك واش راكي لاباس؟ والله الحمد لله. تباني لي من الشرق. يعني من الشرق مانيش منا. معليش. الله يبارك خيار الناس. انا من ام البواقي. الله يبارك خيار الناس. كاش ما كي حابه كاش وصفه؟ تسمع في التلفزيون تسمع؟ اه جو بونس. حنان؟ سعيتي. حنان سمعي من التليفون حنان. ايه معليش. يلا ما حبيتي والو. قد حبت لي تاكوس وحبت لي كخاب. شوفي لي تاكوس درناهم لي كخاب درناهم لكن نوعدهم ندير لهم تاكوس فوق اون ديرنيغ فوا. نديروه الخبز ديالو ونديروا لا مارينا تاعو نديروه نشوف على قدامي ان شاء الله. حنا درناه خطره لكن نعاودوه ان شاء الله. ما الحق تبي الحق. معليش نعاودوه. ونحب معليش ندير اداء صغيور 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 برك. نحب نودي يعني غير ولادي الزوج تاعي ربي يحفظهم لك ان شاء الله. ايه شكرا خاص. ونحب والله انا ذاك مانيش متقابله نحكي معكم كل يوم نسيتي. معليش حبيبتي محظوظين نسمع صوتك. ومبروك عليك انت يا ثاني. الله يسلمك تعيشي. شكرا لك حبيبتي تعيشي. وعندك ربي يبارك فيك ما شاء الله. ربي تحلي بعد الحصه وتوفى. ربي يخليك. شكرا لك حبيبتي. شكرا. ايه والكل طاقم تاعكم يعني ربي يبارك ما شاء الله عندكم تقديم اطلاله يعني جيتوا لي من وقت انا كنت نخدم انا استاذه. الله يبارك. نخلي الوقت هذا بين الخدمة تاعتي ونفرجكم ومنا يعني ما شاء الله. ربي يحفظك الله يعطيك ما تمني. شكرا لك. ايه شكرا. نشكر يعني راكم كفيتوا وفيتوا يعني دير لنا برامج مخدمة يعني الوقت تاعنا ما يروحش هكاك. الحمد لله الحمد لله وهذا هو هدف القناة والمجمع بأكمله. ايه يعطيكم الصحة. شكرا لك حبيبتي. شكرا على اتصالك وبقاي وفية دائما. مع السلامة. شكرا. على خير مع السلامة. يلا هنا دي النار اللي شعل فيها احكي لي تشوفي الزيت وشرميتي عليه الماء هذا والخل. فوالا لهنايا طارق سلامات ما لحقكش الصاد. شحال نهار قلت وين وماك من قبل. يلا صافي قلينا قلنا هذوك اظراف الدجاج حتى تحصلنا يعني حتى حمار وهكذا بهذا الشكل يعني. هذيك الحماريه نحوسها تعطي لي ومن بعد هذا التعسال في الدجاج. ذاك السكر اللي تلقوا الدجاج سكرية الدجاج هي اللي حتعسل لي. شوفوا تحسوا شغلهم معسل. وانا سنة ندوش الشوكولاتة يعني وراها حطي شوية حبوي هبط. يلا التحميرة تاع الدجاج هذه هي اللي حتمد ليها التعسال هذايا وشغل تكرمل لي الطبق ديالي. لهنايا واش درت كي قليت هذاك الدجاج نحيته ودرت ملعقة سواء تاع عصير ليمون سواء تاع خل. ما درتش بزاف هذه الملعقه درت زوج منها لكن ما عمرتهمش. هما يديروا زوج ولا لكن احنا ما نحبوش الحماضه في الطبق تاعنا لانه ديجا فيه طماطم ايتو. انا درت زوج ما عمرتهمش. خل ابيض. خل ابيض ولا ملعقه عصير ليمون. واش نديروا بها هذوك السكريات شغل نعاودوا نحيوهم. شتي كي رميتهم كيفاش طلعوا وديروا كديك الطبقه المارون تاع شغل كاراميليزي هذاك تاع الدجاج هي اللي حتمد لي هذا الشيء البصل. بعد ما درت هذيك الملعقه خليت هذاك الزيت غلى لي حطيت البصل هاو يتقلى. شوفوا هذوك السكريات وذاك الخل يعاون لي البصل يتكرمل ويطيب ليه ليه لانه البصل كون نديرو هكاك وحده في الزيت يطول باش يحمر. هذه هي شفتيهم هاد البصيلات سميه
لقيتهم مع البصل، قلت يا والله من نحيهم خليهم هكا. لقيتهم في وسط البصله؟ كي شريت هكاك ماما تخيل لي بصل صغير تقول لك زعما كش ما طيب ولا عجبوني ديكا ولا هلا. كي تعسل لي هكا البصل مليح ايتو، واش ندير؟ ايتو ندير هذوك ثلاثه سنينات تاع الثوم ايتو راهو معانا اوريك ليتي في البرنامج. هلا يتقلى الثوم هكا دقيقه بركوله، ونزيد الفلفل. الفلفل عندي زوج حبات كبار، الا كانوا صغار ديروا ثلاثه، والكويس انا درت ثلاثه كويس كومبليت. انتم ديروا على حساب افراد العائله. الثوم اللي هنا ما تخلوهش يتحرق باش ما يخسر لكمش الكو. ندير الفلفل هنايا ونخليه يتقلى. فلفل ثاني خليه يدي شويه هذا البنه تاع البصل والدجاج ايتو. يعني سر نجاح الطبق يعني الخطوات تاع التقليه تاع الخطوات فوالا هذه هي. وثاني كي نقليو الدجاج نخلوه يمد لنا هذيك البنه باش حنا اون جينيرال نقليو البصل ومن بعد نحطوا الدجاج. كي نحمروه هكا ونديروا البصل يطيب فيه يجي بزاف بنين الطبق. فوالا نخلط هكا. ديجا كي تكوني تقلي تعرفي بلا تاعك لا حيجي بنين ولا لا. لا انا باغفا تاني ما كنتش حابه ندير الحاجه نعرف بلي ما حاجه تجي بنينه، هذاك نعرف صح ما تجيش بنينه. صح صح كي ترمي ومنين داك لا منين داك ولا غير نمشي الجمعه هذه وخلي الجمعه اللي فاتت هكا تعرف كنت دايره شغل شغل نقول لك الدار مقلبه، قلت ندير الطعام ونشد لي الوقت وكذا. درتو بالجخليطه شتي الجخليطه؟ تجي ابن طعام وقيلا كليتيه في حياتك. جا بنين بنين بنين. شوفي رميت كلش على ضربه غلقت الكوكوطه درتها الصفر طعام شمقت هكا بديت نعاود فيه وجا بنين واحد متامنين شغل اكثر من هذيك اللي نشد له الوقت نبدا نخليه فيه. انا ماما من لكم نرحبوا بكم من جديد، متواصلين معكم دائما في برنامجكم على شاف الرقم الهاتفي في خدمتكم اللي هو 023 70 92 94. اتصلوا بنا قولوا لنا واش راكم حابين. بالاضافه الى نذكركم كذلك بالسؤال وشنو هما اربع مكونات اساسيه في راس الحانوت، يعني في كام راس الحانوت اللي يختلف في كل منطقه، وشنو هما الاربع مكونات الرئيسيه في راس الحانوت. يلا نخلطوا هكذا باش ما يتحرقش. يلا وشنو هما اللي قلنا واللي راح نخيروا الاجابه ولا يخيروا الاجابه سيرفيس الملتي ميديا اللي نوجهوا لهم تحيه لهم ساهرين على هذا البث. الاجابه ما تكونش على الهاتف، تكون على الصفحه الرسميه لقناه شروق تي في اللي وريتها لكم مقبله، هذيك تما خلوا الاجابه تاعكم. وين رحتي؟ فاصل فاصل ونواصل. فوالا لهنايا شوفوا لاسوس انه يتعسل ويتقلى لكم مليح. الا عندكم الوقت خلوه يتقلى خير خير بيان. كي يتعسل هكا يجي بزاف بنين وما يجيش شغل طايب في الماء. اصلا هذا الطبق ما يتمرقش بزاف وما يتمرقش بالماء، يتمرق بهذاك مارق الدجاج. فوالا يلا قلنا ربما الناس اللي لحقوا بنا هذا الطبق هو طبق فرنسي، اطراف الدجاج بالبصل وطرشي والطماطم. فوالا قلينا الدجاج تاعنا. يلا قطعتي كلامك نادر. لا معليش كمل. يلا قلينا الدجاج ديالنا حتى احمر، بعدها نحيناه ضفنا هذاك البصل حتى احمر بيان ومد. لا لا عفوا خلينا الدجاج بعد الاتصال. نقطعوا الفلفل ايش؟ كلامنا في زوج. يلا نستقبلوا اتصال. الو 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 مساء الخير. مساء النور. معليكش لاباس؟ معليكش الحمد لله. الشرق الجزائري. معليكم الحمد لله. مرحبا بك، شكون معايا؟ معايش ابتسام من قسنطينه. شكون؟ ابتسام من قسنطينه. ابتسام من قسنطينه هكذا؟ نعم. مرحبا بك ابتسام، وكامل ناس قسنطينه. يعيشك. يلا واش راكم؟ ولا لاباس انت واش راكم؟ مالكم لاباس؟ الله يسلمك تعيشي. واش انا مع السخانه. يلا السخانه على الجميع وقتها وربي يقدرنا فقط ان شاء الله. ان شاء الله. انتم على لاباس، انا اول مره نتقاسم. مرحبا بك، ان شاء الله ما تكونش اخر مره ثاني. عيشك عيشك. شكرا. يلا قولي لي شنو حابه تشوفي معنا؟ والله بيا كلش راسنا نديرو فيه بيا. وراكي تعاودي؟ واني متابعه كيما نقولوها وفيه، يعني من كنت زهره وانا نصالح فيكم. الله يبارك الله يبارك، تحياتنا لزميلتي زهره. شفتك انت والاخرى وشاف ناديه يعني نشاهدكم. ما سمعتش ناديه؟ قلت لك نسي ونادي نموت عليكم. ربي يخليك حبيبتي. تسمعي؟ شكرا شكرا لك حبيبتي. شكرا يعيشك. عيا نخليكم على خير، ربي يعينكم. ربي يحفظك، شكرا على اتصالك وان شاء الله تبقاي وفيه دائما ان شاء الله. شكرا شكرا لك، مع السلامه.
يلا نعاود نذكركم كما قلت بالوصفه تاع اليوم، هادو اطراف الدجاج بالبصل والطرشي والطماطم. قلنا قلينا اطراف الدجاج حسب افراد العائله، قلينا لهم فقط في الزيت نورمال حتى تحمروا، خذوا كامل التحميره ديالهم، بعد نحيناهم ضفنا لهذاك الزيت ملعقه او ملعقتين تاع خل ابيض. ردوا بالكم باسكو هنا شتو كي شيطير هنا ناضة الحرب، الزيت مع الخلفة روحوا بالعقل وقلعوا وقلعوا ارموه واعطوها من الكوزينة كما يديروا البنات، هذه تاكلوا البطاطا هكا. بعدها بعد ما درنا هذاك الخل كينزل كامل، يعني بعد ما دار هذاك الطار باينه، درنا الوسمو، درنا البصل تاعنا اللي كان مقطع قلينا حتى دبال بيان. بعد ما دبال ضفنا عليه هذوك ثاني الطرشي، من الاحسن انه يكون فيه الالوان اذا لقيتو، نديرو ثاني يتقلى بيان. بعد ما يتقلاو بيان ويتعسلوا ويعطوا هذاك اللون الدوغي، باش نزيدو طماطم يا اخي هكذا. اه فوالا يتعسلوا مليح باش نديرو طماطم، لانه الطماطم حدرنا شغل ما راهش تقلي الفلفل والاخر يتقلاو. كي درت طماطم درت الملح درت فلفل الكحل درت كميه مليحه تاع زعتر وورنت ونخليها ثاني تنشف هكا شويه، وندير الدجاج تاعي نمرقو بهذاك المرق الدجاج ونخليها طيب. ها نزيد نعاود نرجعو الدجاج. اه ماشي طايب حرقناه برك، لانه كون نخليه يطيب مع البصل والفلفل من الاول راهو يحتلق الماء ما يتقلاليش هذاك البصل. نخليهم هكا يتكتكو شويه باش ندير الدجاج ونمرق. فوالا هذي بيس ملح وفلفل الكحل فقط. لهنا هذا الطبق كنت نقول لهم يترافق مع الرز، انا حندير له شويه رز باش تدوا لي دي برك باش يترافق. تحبوا ترافقوه بالرز تحبوا تخلوه هكا كطبق للتغماس. يلا ديروا لنا وصفات تحليه بالشوكولا ان شاء الله يكونوا حاضرين ان شاء الله. يلا كامل راهم يجاوبوا كامل راهم يشاركوا، ونتمنى لكم دائما حظ موفق يا رب ان شاء الله كما نقولوا يديها اللي خاصه اللي راهو محتاج. انا هذا هو دائما تخماني. يلا انا نخير ما بين التعليقات كاش واحد طلب منا كاش طبق نديروه، لكن الكل راهو يجاوب على سمية ديرونا المشماش المجفف. يلا اليوم الوصفة الثالثة راح تكون المشماش المصبر اللي كما قلنا اللي نشروه اللي يعني كما اللي نشروه هذا عجبينك كي مخبية البقالة. يلا نستقبلوا اتصال. الو 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 مساء النور. مساء الخير لاباس؟ الحمد لله. كل معايا فاروق من فضلك. فاطمة من عنابة. شكون؟ فاطمة من عنابة. من عنابة شكون؟ فاطمة. فاطمة مرحبا بك فاطمة. وبيك يا عايش لاباس عليكم. مرحبا بك ومرحبا بكامل الناس عنابة توحشناهم. يا عايشك ماما حنا توحشناك. ربي يحفظك. يا عايشك بلا نزيد. يلا قولي لك حشمانة ولا كي راقدة ولا؟ اها ها متكيين بارك نفرجوا عليك. يلا حبيبتي مرحبا بكم. قولي لي ما كي حابه تشوفي معنا طبق؟ اها ها حبيت نشكر برك الحصه دي ونقول لكم باللي الحصه دي الله يبارك. يبارك فيك حبيبتي شكرا لك. عايش فاش قولي لنا دي بارك فيا ماتك. يا ماتك ولا في سلامتك ولا في حسناتك. نادية تردي بارك فيا ماتك ولا في سلامتك ولا في حسناتك ولا يلا رد لك بالرد تاع نادية. ماتيني؟ اه ما سمعتكش. قلتي لي الله يبارك، قلت لك ناديه كي ترد تقول تعجبني كي تقول الله يبارك فيا ماتك ويبارك في معليش رديت لك بالرد تاعها ان شاء الله. حبيت نقول لكم بارك دعيونا ندي ونبارك بارك انا وصحاباتي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله ربي يوفقكم. تحيطي لنا قولي لنا باللي تحكي. نسمعوا تولوي لا ماشي نحكي لكم بارك ان شاء الله تحكمينا حبيبتي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ربي نجحك ان شاء الله. على ما اظن النتائج راح تكون ل 11 وقيل 11 من شهر جويليا ولا 12 هكذا عم قالوا هما نعرف. كنت حاسه بالتصريح كان كملوا بكري ويديروهم يخرجوهم اكيد. حسب الاعلانات الامس كانت نورمالمون مصرح انها راح تكون يوم 11 جويليا نورمالمون النتائج. ان شاء الله حظ موفق للجميع ربي ينجحكم ان شاء الله.
شاء الله يا رب. ان شاء الله حبيبتي، شكرا لك، شكرا على اتصالك. العفو. وسلمي لنا كامل على ناس النهضه وكامل العائله اللي راهم معك. ايوه صح. شكرا، مع السلامه. صح. شوفوا لهنا طبق خاو بدا يطلق فيه ماء، الدجاج يطلق ماء، البصل يطلق ماء، الطماطم يطلق ماءها، دونك ما يتمرقش بزاف. كي تخلوه هكا يتشرب شويه هذاك الماء باش تمرقوا. كي يكون حال مرق هذوك زوج سنيناتهم اللي خليناهم نكرازيوهم هكا برك باش يقعدوا شغل حيين ويتلقوا لنا البنه تاع الثوم. ويجي بنين هذا الطبق كي نديروا له هكا. زوج حبات كنت قليت بهم مع البصل، وحبه وهادو زوج راني ندير فيهم هكا. اكرازي. حلفت ثلاث كرازه. اوكي مش مخاها. عادي روحي. عجبني تخمامك. فوالا كانت مشمخه. ايه قلت لك عجبني تخمامك. قلت لك نخطيك. انا ما قلتش. قول لهم بالله نعطيكم نعطيك الوصفه. ايه صح وي. وتكمل لي بالكاس. نسيت شنو نقول لكم. لهنا كي تكونوا حتمرقوا زيدوا رشه تاع زعتره لانها ضروريه في هذه الوصفه. اللي عنده اكليل ولا غوماغا ولا يقدر يزيدوا لانه يمد بنا لهذا الطبق. انا حنمرق شوفوا ما عنديش بزاف. غير باش يطيب لي. كاين اللي عنده الوقت شوفوا كي هذا الطابق نورمالمون يتحط غير على هذا الفرن الصغير تنقصوا له وتخلوه يطيب في ماء. اللي ما عندوش الوقت يقدر يزيد يمرقوا هكا بشويه مارق تاع الدجاج ويخليه يطيب. السر في هذا الطابق انه نطيبوه على نار قليله شغل تخلوه يتكتك في حاجه ثقيله باش يجي بزاف بنين. يلا يطلبوا معجون الفراز. معجون الفراز كانت حضرات وشاف مريم ما عندهاش بزاف. يطلبوا منك كذلك ناديه ديري لنا دولما تاع وراهي تاع مش وقيت دولما وراهي دولما تاع القلعه هكذا سمعت ان شاء الله هكذا قريت. يلا كاين السيده قالت لي خليهم قبل ياكلوا البوزلوف الكبده والكبش ومن بعد يسمعوا النتائج. والله كي عيطت هذيك قالت ان شاء الله يخرجوا نتائج. تفكرت مع كوزين العام اللي فات قاعده تقول لي يا ربي وما يخرجوش قبل العيد يا ربي. جبرت قلبها. قالت هاي ما شوفي الا خرج قبل العيد وما جبتيهش هاكي حتحرمي علينا العيد وما تاكليش معاك. قاعده انا نديرو في لي كالكيل. صح شحال واعر زعما يومين قبل العيد ولا واحد حزين في قلبه. بالك اصعب شوفي والله بالك ماهيش صعيبه تاع كي جوسي يعني هذه المرحله. ماشي صعيبه هذيك المرحله اللي نجوزوا فيها وحفاظه وتاع روح وروح كيما المرحله كي تكملي وكي قاعده تستنى في الريزلت. صح والله ربي ينجحها ان شاء الله. نروحوا لهنا للمشمش المصبر تاعنا نطيبوا له لو سيرو. واش فيه سيرو؟ فيه 200 غرام تاع سكر. انا لهنا درت سيرو مخفف لانه حنطيبوا بهم هادو تحليات نقدروا نطيبوا بهم لي طاخ نقدروا نزيدوهم سالاد فروي. ما نسحقش لو سيغو يكون ثقيل. الا حبوا يديروهم كوم ديسير مثلا شي كاين ناس في الليل تحب تحط هكا في البيسي وتاكل يكثروا السكر يدوبليو. انا درت لهنا 200 ريت لا نص ريت لا تاع ما ما حبوه ثقيل يديروا 400 سكر ونص ريت لا ما. لكن الا حبوه كوم ديزير بصح انا جو بريفير طيبوه هكا ميم هكا تقدروا تاكلوه ديزير. وشنو السيغو تاعو؟ راهو مخفف. ديجا كي تشرو هذوك المصبر مكتوب مخفف فيه معناتها تقدروا طيبوا به كلش. واش عندي لهنا 200 غرام سكر نكيلها لكم بالكاس ونص ريت لا ما. كاين ميزان تما. يلا هذا بالنسبه ل هنا هذا بالنسبة لل اسكو يعني نفس الطريقة نستعملوها مع فواكه أخرى؟ نقدروا نديروها مع الخوخ سيرتو الخوخ راه وقته يجي بزاف بنين. لي سوغيز يقدروا يديروها مع نفس الفاكهة. هذه هي نفس الطريقة. يلا نسحب الاتصال. سكر كاس سكر قولوا نقص منه شوية برك. الو 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 مساء النور. الو مساء النور. مساء النور مرحبا. اهلا سمية نادية وش راكم لاباس؟ الحمد لله وانتي وش راكي؟ الحمد لله سوال عليكم الله طويل. الله يسلمك تعيشي. شكون معايا ومنين؟ معاك دلولة من تيارت. دلولة منين؟ تيارت. تيارت مرحبا بك دلولة. الله يسلمك وش راكي؟ سلمي لنا على الناس تيارت ماما تقول لك راكي مشي وش راكي؟ لا لا فاسكو انا نايلية وعايشة في تيارت. الله يبارك الله يبارك خير الناس. راكم منورين الله يبارك. فتونا شيف نادية وحشناها في الشاشة. شكون؟ شيف نادية. يلا راهي كل يوم راهي ثلاث ايام يتوحشوك ثلاث ايام اللي تغيبي فيهم يتوحشوك. يتوحشك الخير حبيبتي. يعيشك يخليكم مبروك عليك سومية. الله يسلمك حبيبتي شكرا تعيشي.
الله يسلمك. حبيت برك نقول لك شاف نادية على لغوصة تاع الدولمة. ها؟ ها. دولمة تاع دولمة تاع واش؟ دولمة نورمال تاع المحشية بالخر زنجال وفلفلة. خضر. ان شاء الله يا ربي نحاول نديرو. الحمد لله اللي حكمناكم وان شاء الله هناكم دايم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا لك حبيبتي. شكرا على اتصالك. صحيح اختي. سلمي على العائلة. مع السلامة. شكرا. فرحانة. يلا صحة تحية لها ولكل العائلة تاعها سواء في تيارت ولا في ولادنا الجلفة. تحياتنا لهم. يلا الطبق تاعنا راه يطيب. الطبق الأول اللي قلنا فيه دجاج قليناه بيان في الزيت حتى حمار. بعد نحينا هذوك اطراف الدجاج ضفنا مغرف او زوج مغارف تاع خل ابيض. ومن بعد ضفنا عليه البصل هذا قليناه بيان. ضفنا له الطرشي قليناه بيان. بعدها ضفنا حتى تقلاو مليح وكما نقولوا طاحوا في المقله. باه زدنا عليهم الطماطم هذيك. كي زدنا الطماطم زدنا لهم التوابل هما ملح فلفل كحل فقط وزعتر. زعتر كمية كبيرة تاع الزعتر والرند. ومن بعد ضفنا سقينا بهذاك مرق الدجاج ولا اللي ما عندوش يدير مكعب الدجاج يحلو في الماء سخون ويسقي به. ما تسقوش بزاف يعني فقط قيت ما يتغطى شوية هذاك الدجاج. لكن عندهم الوقت ينقصوا له في ماء قليلة ويخلوه بلا مرق يجي بزاف بني. ولا خافوا يلصق لهم ولا انا هذه ثقيلة ما تلصقش نقدر ما نمرقش فيها. خافوا يلصق لهم غير بكويس هكا كيما اللي درتو انا تاع الدجاج. وزيدوا الثوم. درنا فيه الثوم ثاني هو. ثوم قلينا ثلاثة سنينات مع البصل وزوج اكرازينا باش يقعد هكا كحيل يقعد. يلا زيدي. وشنو العفسه الاخرى اللي درناها وشنو هذا؟ هذاك بار الروز درتو لانه الطبق يترافق مع الروز. حبيت نعطي لهم اني دي برك درتوها بريكاوي غير. درت له وريقه رند باش يجي من السم وملعقه تاع زيت ونخليها يطيب على نار قليله. درت له سيغو يطيب فيه نص لتر تاع ماء ب 200 غرام تاع السكر اللي ما يحبوش ثقيل واللي يحبوا ثقيل 400 غرام تاع السكر بنص لتر تاع ماء. انا نشوف هذه الطريقه احسن ليجي والاخر. 200 غرام سكر جاونا كاس نقص منه قولوا شويه والماء زوج كيسان ونص. صح قلنا نفس الطريقه نستعملوها مع كامل الفواكه. كامل الفواكه مش ماش. انا من عشاق لي زانانا هذوك تاع لي بواط لا ميم. لا ميم فاصون صح. انا راهي بشانها. لا لا كي تشريها هذيك صح. لا تروحي شريها تخاش وتصبريها ناكلها في ذاك الوقت وكي نسحق نشريها مصبره خلاص. ومام مصبره نشير عليها فوالا. وانا تعجبني مصبره على الفرن تجي فيها الكوك تاع صحيفه فيها الماء. يلا دوكا وين نروحوا؟ نروحوا للمسكوتشو نخلطوه تم تم يوجد لنا هذاك السيغو. السيغو لهنا ما يطولش. ثلث دقائق ربعه يدوب السكر يغلي غليا نطفي له ما نسحقوش انا سيغو يطيب لي ولا نحنيرو يكمل لي طياب مع المشماش. راني نشوف شحال هو الوقت. راهي ب 23 دقيقة. نديرو باسكو وجد سيغو ونروح للوصفة. يلا واش نديرو؟ ديري هكا حبة. المشماش ودوك البلارات. ولا تقطعيها؟ نقسموا على زوج لهنا المشماش. شوفوا دو بريفيرونس يكون ماشي مطاشي. انا لهنا كاين اللي لقيتو هكا شغل فيه ديطاش. هي دو بريفيرونس تشوفوا نوعيه شابه وشاد روحه. اللي طايب طيبوه يا معجون يا جو ولا. واللي شاد روحه صبروه. شوفوا شاد روحه فريمون مليح. نحكم بلارات هكا. هاد البلارات عقمتهم دائما نقول معاكم كيفاش نعقموا. تحكموا قدرامه ديروا فيها الماء. البلارات البوشونات تغسلوهم مليح بالخل. وهاد البلارات ديروهم يغليو في الماء 30 ولا 35 دقيقه ونشفوهم سوا دوكا راهي الشمس في الشمس سوا فرشوا لهم طرشونه وخلوهم ينشفوا. ما نقعدوش من مسي نحاولوا ما نمسوهمش ميم با هكا بيدينا. هذا قولي لي يوسف مخرج تاعنا خلي العجاز هكا بكري كانوا يديروا لاسوس هذه غلي. انت ولا العجوزه الكبيره راني نشوف مادام تعرف كيفاش يغليو كيف يبغاو الاخر ولا لا. عاش بالتجربه. شوفوا نحي المشماش العظمه ديالو. حبه شوفوا تكون فريمون شاده روحها لانها حتروح تطيب واحد 40 دقيقه. يسمى لازم تكون شاده روحها. هذوك الحبات طايبين ما تريسكيوش بهم ديروهم يا معجون يا ياكلوهم ياكلوهم. انا البارح كنت المشماش دير في البلاط اللي طايبه كل مثلا نحبو خاص ليه لهو يروح وقته. فوالا. لهنايا شوفوني نعبز باش ما نخليش الفيت في البلاره ديالي. البلاره تقدكم ديروهم معقمين تحبوا صغيره تحبوا كبيره. انا نحب هكا بلاره صغار باش نجبد بالوحده وناكل ماشي كبيره ونطول باش ناكلها تقعد تخسر لي.
لهنا الكمية تاع المشمش ماشي محددة، 5 كيلو 10 كيلو كيلو كيما تحبوا. شوفوا نحاول حتى للفم تاع البلارة وانا ندير في المشمش. لو سيغو هذاك راه وجد لي داب السكر غلا غليا نطفي له. اميتها بالاخر ديالها. يلا انا نحي لكم الوحده ديالها. ها صحيتي. شوفوا لهنا حاولوا ما تخلوش البيض. كي تبعتوه حاولوا تطرزوه شويه هكا باش ما يقعد لكمش البيض. وتجيكم البلارة معمرة. فوالا. سي بون جو بونس ميا. تقدري تاكلي دوكا. خلاصو؟ اه خلاص عمر البلارات. فوالا. نجيب هذاك لو سيغو واش ندير؟ نحكم هكا غراف ونسقيهم هكا بسيغو. سيغو لازم السكر تاعو يذوب فقط ماشي يطيب ولا يغلي غليا فقط. دني هكا راهي لا دوموند على المشمش اللي بقى. اه داكور ولادي والفو فاروق صايم الحق صيامو في الجنه ان شاء الله. هو صايم وانا نقول يقول لي شوفي ديري الخير علاه ديت له المشمش قال لك اصقتي مع المشمش رضوان. فوالا لهنا حنرمي هاد الحبيبات تاع السوغيز. لا ما عندكمش تقدروا ما ديروهمش، انا حبيتهم للتزيين ما ديروهاش من الاول لا طوماط سوغيز لانها تتحرحر ليه ليه. فوالا نديو سيرو سخون نديرو فيهم عليه على المشمش. شوفوا كان دافي احسن. بصح انا راني مزروبه هي تخافي على البلاره برك. اه المشمش سي نورمال ها راه يطيب واحد 40 دقيقه في الماء سخون. فوالا تما يتعقم ويتغلق عليه هذاك الطياب هو اللي حيغلق عليه شغل لي غاز هذوك كانوا يطلعوا يغلق عليه تولي شتي البلاره كي نشوها لازم تصيها ديالك باش تعرفي باللي راهي مليحه. فوالا عمرت حتى تغطى لي كامل المشمش. نغلق بواحد الملعقه تاع عصير ليمون باش ما يتحليش المشمش فقط. شوفوا كيفاش عمرت المشمش عبصته مليح والسيغو راني نعمر حتى للفم. معليش شغل تحسوها ويسيح لكم ولا نورمال. بعد نغلقوا عليه نجيبوا طنجره. فوالا ها هم شوفوا هم معبزين مليح وسيغوا حتى الفوق وغلقت بملعقه عصير ليمون باش ما يتحليش. نغلق عليهم مليح هكا شتا ولا تاعها باك المشمش كاين طالع بزاف هتشوف. فوالا نجيبو طنجرة ولا القدرة هذيك تاع طعام ولا إلا كانت البلارة طوال ديروهم في في قدرة عليها. فوالا نديروهم هكا. نجيب ما سخون ولا ما نورمال ونغطيهم حتى التولت تاع البلارة يقعد شوية تاع البلارة. مام لا تغطات لكم كامل معليش بس كان البارح عن بالي حيتكسروا لي. شوفوا درت هادو الكبار ودرت هكا صغار. كي تغطي هادو الكبار حتى الفوق صغيره اوتوماتيكمون حتدخل لك كامل في الماء. ريسكيت قلت لها تكسرت ولا ما تكسرتش فينالمون صرا لها والو كي تغطات بالماء ما يدخلهاش الماء. ما تخلاش مغلوقين ما يدخلهاش وتتغطى البلاره حتى لهنايا وديروهم يطيبوا. كيفاش نديروهم يطيبوا؟ على نار قليله ماشي هذيك قاويه اللي شفت متم الماء وماشي نار هابطه. شحال شدوهم يطيبوا؟ 40 دقيقه 45 دقيقه ماشي قل منهم 30 35 الا كانوا البلارات صغار. بصح كانت البلاره كبيره والحجم تاعها كبير دونك طول. انا طيبتهم 45 دقيقه كي يكونوا يطيبوا ما تمسوهم ما درنا ليهم ما والو. بعد ما يفوتوا 45 دقيقه واش ديروا؟ تخلوهم هكا كي سوايع سبع سوايع كيما انا درتهم في الليل خليتهم في ماهم طفيت النار خليتهم في ماهم لانهم كون سيو نواسيهم يكونوا فيهم ديغاز يقدروا بعد شر يترتقوا علينا ولا. بعد ما يطيبوا تخلوهم هكا في ماهم يقعدوا 45 ليله كامله ولا ثلاث سوايع اربع سوايع خمسه يبردوا تماما في هذاك الماء. بعد ما يبردوا نجيبوهم ونقلبوهم هكا. كي نقلبوهم شوفي لي غاز تحسيهم كامل هذوك يحطوا تحت تسمى هذاك لو دونجي راهو يكون راح ما نخافوش منهم. البلاره معقمين وهكا نبعتوا هذه طيب لنا فوالا. وبعد ما يوجدوا هكا يطيبوا هامليك تقلبوهم كامل هكا وتخلوهم ساعة ولا باش تقدروا تحلوهم. أنا لهنا حليت وحدة كنت دقتو هاوليك. فوالا
شوفوا كي تغلقوا لكم مليح معناتها راهم نجحوا تقدروا تخلوهم حتى العام في البلاكار ماشي ميم با في الفريجيدار. تحبي تذوقي سوميه ذوقي فوالا هذاك الفرشات ها بليك البقال شوفوا على فرتش شوفوا لهنايا بعد ما ديروهم يطيبوا 40 دقيقة ما يتحلوا لكم شاهد. سمعتوا كيفاش طرقت كامل معايا ما حبش تحلكم عاونوها على بروميير فوا هكا شويه بموس باش تحلكم الا كي يطيبوا لكم الا درتوا لهم هكا وتحلوا كولوها تشد لكم 10 ايام هكاك تتكل الا تحلت لكم فاسينمون الا شتوها ما تتحلش هذوك اللي تخبوهم مده عام اللي تتحلكم لانه باغفال باللاره ما تتقاش مليح في السخانه ما راهيش رايحه تطيب لنا. هذه هي الطريقه ليسونسيال البقال اللي يكون معقم بعدين تحسيها شغل طايبه كيما تاع المعجون ماشي طايبه هذيك لكن خفيفه وماشي حلوه بزاف فوالا هاي شويه بلي هذيك لينا منها يلا نروحوا للمسكوتشو. المسكوتشو واش فيه؟ فيه 4 حبات بيض، كاس سكر، كاس تاع زيت ماشي معمر مليح فوالا، 2.5 كيسان فارينه، 4 بيض، كاس سكر، كاس زيت ماشي معمر مليح ناقص منه واحد الاندوا، 2.5 كيسان فارينه، مبشور ليمون، فانيلا، وزوج اكياس خميره كيميائيه، عندي لهنا علبه تاع ياوغت ذوق فانيلا، نكملها بالحليب حتى يلحق لي كاس، دوك يتبعوا معايا، وعندي 2 ملاعق خل حيحسن لي محشي بان كامل الذوق تاع الخلوله، يحسن لي يجيني خفيف الموسكوتشو تاعي، عطر الزبده، وهادو للتزيين لافاني والقار. فوالا هنا نسحق الباتر يلا الكوتاو راح يجي بالسيترون الفاني هكا فوالا شتي قار السيترون يمشو قارص وفاني يمشو بزاف. واش ندير نكسر الحبه تاعي تاع البيض 4 حبات بيض راح يكونوا كافيين باش يطيبوا لكم موسكوتشو. وشنو طلعوه مليح السر تاع نجاح تاع الموسكوتشو ماشي كي نزيد له البيض ولا ندير به فيه بزاف البيض كي نطلع السكر مليح مع البيض ويطلع لي تري تري بيان الموسكوتشو حيجي شباب احسن ما نكثر له البيض لانه البيض يتقل الحاجه ماشي معناتها حيزيد يخففها لكم. واش ندير كاس سكر قرصه ملح فوالا شاف اسكو نقدروا نديرو هكا ونديرو به العصير كي نحتاجوه نديرو به زعما العصير ايه ولا داروا هكا كميه مليحه ومثلا انا مجينكم ديال فوق الشتاء وعندكم هكا بلارات تحكموا هذا تميكسيوه تزيدوا له الماء وتزيدوا له بانه تزيدوا له تفاح ولا وديروا عصير. هذه هي الطبق تاعي لهنا راهو يتكتك كيما يقولوا نرمي لهم بعد حبيبه زيتون فقط مع واحد نص للتزيين. الروز لهنا راهو قريب يطيب والبلارات هذوما كي بدا يغلي تحسبوا له 45 دقيقه. عاودي لنا سيرو من فضلك فاطمه من قسنطينه يلا سيرو واش كان فيه؟ قلنا 200 غرام من الناس اللي يحبوا هكذا الوسمو ديالهم يجي خفيف السيرو تاع الوسمو خفيف تاع اللي صبرنا فيه المشمش شوفوا هذا خفيف يعني ماهوش مركز بزاف. نديروا نصف لتر تاع ماء نديروا فيها 200 غرام تاع سكر ياك واللي يحبوا تقيل نديروا 400 غرام سكر في نصف لتر تاع الماء. هنا استعملت 200 غرام فقط تاع سكر في نصف لتر تاع الماء ودرناه فوق النار قلنا ما يطولش وهو يطيب بزاف غير يدوب السكر يغلي غليا نطفيه ما يربي 5 دقائق نطفيه لانه حيزيد يطيب في هذيك البلاره. قلت لكم البلاره انا لهنا ما كملتش عمرت الماء برك باش نوري لكم تخلوا لها واحد الواحد سنتيمتر منها تلحقوها كامل الماء ما نبداش نحسب من دوكا كي يبدا يغلي الماء اللي نحسب 45 دقيقه حنا هذوما الاخطاء اللي نديروهم في السيرو الاخر نبداو نحسبوا ملي نحطوا فوق ما غلاش كي يبدا يغلي نحسب 45 دقيقه كي تفوت 45 دقيقة ميم 40 دقيقة كي يكونوا بلارات صغار ديرهم 30 دقيقة برك هكا شوية كبار 45 دقيقة إلى 40 دقيقة طفيو لهم يقعدوا في هذيك القدرة ما تمسوهم ما تدناو ليهم سوا يباتوا سوا 6 سوايع ولا 7 بعد ما يبردوا تماما تقلبوهم هكا على جهد تخلوهم ساعة ولا 2 باش تقدروا تحلوهم البلارات اللي ما يقدروش يتحلوا لكم هاكو تخبوهم مدة عام في البلاكا وما يصرى لهم والو عن تجربة اللي تعرفوها بلي كانت فريمون صغيرة واللي تتحل لكم فاسيلمون بلا ما دير هذيك الطقطاقة عارفوا هذيك كلوها تقدر تشد لكم حتى 10 ايام فوالا لهنا كاس سكر 4 حبات بيض درت لافاني وعطر الزبده لهنا شوفوا قلت لكم السر تاع نجاح تاع الموسكوتشو ماشي في كي نكثر البيض كي نخدم البيض مليح مع السكر هو اللي راح ينجح لي الموسكوتشو ديالي يعني.
لهنا كنتو تشوفوا فينا درنا كاس زيت ناقصه هكا شويه واحد صبع منه. شوفوا كي طلعناه مليح حيدي شغل خاطر الخليط ماشي الزيت لاعب من الفوق. السرف هذاك كي دير كي نديروا انا هاد الفرن دائما يدير لي خلعه دائما يخلعني هلا كي نديروا الزيت هكا شغل كيما نخدموا المايونيز المشكوتو ما يجيش مش مزيد ماشي نرمو كان تربيع غير يطيب داك الزيت يطلع منه ما يجيناش مليح. واش ندير لهنايا بعد ما درت هادوما ندير زوج كيسان ونص فرينه الحليب والياغورت نديرو مع الاخر باش يجيني بنين. زوج كيسان ونص فرينه راني مكيلتهم بهذا الكاس مقادير مضبوطه هلا ونزيد لهم فانيلا كميه مليحه. لا لا لافاني درتها زوج اكياس خميره كيميائيه ماشي واحد زوج. يلا نعاودوا من الاول. واش درنا اربعه بيض حبات بيض كاس سكر كاس زيت ناقص منه ابوبخي واحد الاندوا زوج كيسان ونص فرينه زوج اكياس خميره كيميائيه لافاني مبشور ليمون عطر زبده. واني راح ندير علبه تاع ياغورت لا لا الياغورت حاولوا ديروه ذوق فاني ماشي يجيكم بنين ولا ذوق اي ذوق تحبوه. ونكمل الكاس بالحليب الكاس ناقص هكا قولي ان دوا فوالا ونزيدو مع الاخر. وشنو نزيدوه مع الاخر كيما راني حندير نزيد فارينه باش نزيد الحليب باش يجيني المسكوت تاعي خفيف. هلا المسكوت تاعي راه واجد ها هو القوام اللي حتحصلوا عليه. بعد ما نكمل هكا راني حنزيد زوج ملاعق تاع خل الابيض فلاح يعطي تحسين فوالا يجي بزاف خفيف المسكوتو. خل الابيض هو اللي يديروا به الكاطوات ماشي خل الاحمر. ندخل هذا الخل فقط كوتشو تاعي راه واجد خفيف ظريف مقادير سهله. نجيب المول تاع الموسكوتشو انا درت في هذا قلنا اربع حبات تاع بيض كاس تاع سكر زوج كيسان ونص تاع فرينه زوج اكياس تاع خميره كيميائيه كاس زيت ماشي معمر كاس تاع زيت ماشي معمر ناقص منه صباع فقط علبه تاع ياغورت ذوق فاني ونزيدو نكملوها بالحليب حتى نتحصلوا على كاس ناقص صباع هكذاك يا اخي. نخلطوهم كامل مع بعضهم مبشور ماشي ما زدتيش ما درتش والله ما درت. يلا معليش نضيفوا هذاك مبشور الليمون حنا نسيناه باش على جال الوقت. نضيفوا مبشور الليمون ونخلطوا كامل هذوك المكونات مع بعضهم. بعد ما نخلطوهم كامل نضيفوا زوج مغارف تاع خل ابيض مع الاخر يلا طيب واحد 25 دقيقه هم يعرفوه يشموا الريحه ويشوفوه طلع لهم غير مزجاج قعدوا طلعوا عليه كي يطلع معناتها المسكوت تاعهم كما كان راه واجد فوالا. انا حندير هذاك القاز راهو الشه الشه نحب ندير له لاجولي نحب ندير له العسل من الفوق نحب ندير له شوكولاته انا حندير له شوكولا الوجدان من الفوق اي طيبتهم قبل شويه فوالا. هذه هي 25 دقيقه. شوفوا ربع حبات بيض حتى تحصلوا على مسكوتشو كما يقولوا كامل. هاي ربع حبات بيض درتنا مسكوتشو والله يبارك ماشي نقدروا نسقاهو به فوالا. هذه هي انا درت داك السيترون سميها يلا الحيله معنا السيترون عرفت كيفاش نديرو يطيب 25 دقيقه تشموا الريحه تشوفوه طلع تقدروا تفيريفيوه بالموز وتزينوه باش تحبوا. يلا حتوري لهم طريقه التزيين ونخرجوا فاصل ومن بعد يشوفوا طريقه ندير غير دي غيوغ فقط ماشي يلا. هادو هما الاطباق تاع نهار اليوم مع الشيف ناديه. نقول لكم بعد هاد الفاصل راح نتلاقى بكم على طاولة التقديم. دينا عاودنا ولينا لكم بعد هاد الفاصل اكيد بالاطباق اللي حضرتهم الشيف نادية لنهار اليوم. نادية يعطيك الصحة. يعطيك الصحة انتي سمية. شهي هذا. يسهل يشتيك معسل هي حاجة خفيفة ظريفة بصح طريقة التقديم هي اللي تتغير في الاخر. يتزين هكا هما ما يديروش زيت زيتون اسود بصح انا حسيت باللي يزيد له هكا بنا ويتخلوه عاقد شغل تاع تغميسة هكا مجمرة ماشي
ويزين هكا بشويه بالمعدنوس. المعجون تاع عفوا المصبره تاع المشمش هاملك تقدروا تاكلوهم هكا كوم ديسير كما قالت لادام قبيل. فكرتنا مثلا واحد عنده هكا 10 بلاط ولا حاب جوي ولا يقدر يميكسي وحده ويزيد لها اي فاكهه يقدر. كوم تقدروا ديروا به لي طاغ تقدروا تخبوه عام كومبليك يكون وقته بوركو با بدون مواد حافظه نخدموه في الدار. هذه هي والمسكوتو تاعنا هاوليك زينتو غير بشويه لي غيوغ تاع الشوكولا تفوق خفيف وتبعوا لي زيتاب اللي درتهم هذوك تاع الزيت والحليب مع الاخر مع الياوغت يجي بزاف خفيف يترعب مولاي. وقلت لكم هذا الطبق يتقدم مع الروز حبيتوا تقدموه مع الروز حبيتوا هكا تغميسه خفيفه. يعطيك الصحة سمية. يعطيك الصحة نادية. على قد ما نحب هذا البرنامج قد ما نحب نقدم قد ما نحب نعطي في هذا البرنامج هنحب هذاك الغوبو اللي نداها هذوك محسودة فيه محسودة فيه والله محسودة من قلبي يعني حزت هذاك الغوبو. يلا نتلاقى بك الأسبوع الجاي إن شاء الله. إن شاء الله والراحة إن شاء الله وإياك الله. مشاهدينا الكرام أنتم أكيد رايحين نتلاقى بكم غدوة إن شاء الله مع الشيف مريم بأطباق جديدة. بقوا دائما أوفياء إلى برنامج آلو شيف وبقية برامج قناة شروق. سلام.